لكن أقول لك ومن شر حاسد إذا حسد. أنت عينك حارة على هاي الأحزاب، وإحنا نقول يا الله اللهم ربي انصر هاي الأحزاب، فهاي أنا حتى أمثلهم دور الغالب. أستاذ غالب، انصرهم على بعضهم وجعلنا بأسهم بينهم لشديد. أستاذ دكتور غالب، أنا خلي أذكر لك بعض الأرقام يمكن شوية يتونس عليها المواطن العراقي وهو يتضور من حر الصيف اللي تنقطع به الكهرباء. نعم. اليوم يعني آخر تحديث على الموقع الرسمي للمفوضية تقول أن عدد الأحزاب التي تأسست لحد اليوم يعني 268 حزب. أي طبعا كل حزب لما يريد يسجل لازم يوقعوا له 2000 مواطن، بمعنى 268 في 2000 يعني اللي وقعوا لهاي الأحزاب 536 ألف مواطن. ويقول التحديث اليوم يقول أن 61 حزب قيد التأسيس و 151 حزب لم تسجل لحد هذه اللحظة لأنه منتظرين يكملون الإجراءات، فإذا جمعناه يصيرون 480 حزب. كل حزب تشلم زعلك. لا بس اسمعني أرجوك، بس اسمعني شوي، خلينا نضحك الله يخليك. مو أنا بعدين أرد أطلع بنتيجة. 480 حزب، كل حزب يوقع له 2000 واحد يصيرون حوالي 1,000,000 مواطن. بمعنى إذا نسمت العراق 43 مليون مواطن عراقي، الطفل والعجوز والمرأة والكبير والصغير، معناته أننا في العراق عندنا حزب لكل 90,000 مواطن. طبعا يا ريت كان عندنا مدرسة لكل 90,000 مواطن، وكان عندنا مستشفى لكل 90,000 مواطن، وكان عندنا متنزه لكل 190,000 مواطن. هذه الفوضى طبعا هي بالنتيجة هاي الفوضى كلها وهذا العدد العظيم جدا اللي ما موجود منه حتى في جزر الواقوا، بالنتيجة راح يتلخص ب 12-13 حزب، هم دول الكبار. طيب. اللي ماسكين بالسلطة من 2003 لحد الآن. لأنه في نهاية المطاف راحوا يأخذون أصواتهم، يقولوا لهم باي باي، وراحوا يضيفوها إلى الأحزاب الكبيرة. أستاذ نزار، أنا يعني أنتقل للسيد غالب الدامي، لكن أقول لك ومن شر حاسد إذا حسد. أنت عينك حارة على هاي الأحزاب، وإحنا نقول يا الله اللهم ربي انصر هاي الأحزاب، فهاي أنا حتى أمثلهم دور الغالب. أستاذ غالب، انصرهم على بعضهم وجعلنا بأسهم بينهم لشديد. أستاذ دكتور غالب